الرحمن الرحيم وبالله نستعين ونطلب من الله التوفيق والسداد. إذن على بركة الله تعالى ينطلق الشوط السابع بهذه اللحظات، شوط الجداع الأبكار، تنطلق من 6 كيلومترات بهذا المهرجان، مهرجان المؤسس لسباقات الهجن العربية الأصيلة. تنطلق بحفظ الله ورعاية هذه الشعارات المتواجدة بميدان التحدي الذي يرحب بجميع هذه الشعارات وهذه الرياضة، رياضة الهجن العربية الأصيلة، رياضة الآباء والأجداد. إذن تنطلق على بركة الله تعالى الآمال والطموحات من أجل تحقيق الناموس، والكل يسجل نقطة بهذا المهرجان الكبير. إذن على بركة الله تعالى المسيرة تسير والانطلاق مع المراكز الأولى. مقدمة الشوط المركز الأول مياسة لراشد بن علي بن خليفة الرميتي يحتل المركز الأول بهذه الانطلاقة، بينما نرى الضبي مع المركز الثاني لسعد بن عنزاب الخاتم، النعيمي يتواجد أيضا مع المركز الثاني. ننتقل مباشرة بدورنا إلى المركز الثالث، سلهودة لعلي بن خليفة بن عبد الله الرميتي أيضا من يحتل المركز الثالث. المركز الرابع توافيق لسفر بن عقاب الشريف يحتل المركز الرابع. المركز الخامس مشاهدينا متابعينا الكرام، سلهود المبارك بن محمد بن زايد المطوع الخيارين هو من يحتل المركز الخامس. مضمرة عتيق بن قريع المري يتابع ايضا هذا الشعار، ومتابعا لسلهودة على المركز الخامس. هذه نتيجتنا للخمس المراكز الاولى المنطلقة من البداية، والسيارة التي رصدت لصاحب المركز الاول وتكريما للفائز بهذا الشوط. مقدمة الشوط، نعود الى المركز الاول، الى مقدمة الشوط رقم 1 وهي بالمركز الاول، ورقمها 1 الضبي مع المركز الاول لسعد بن عنزاب الخاتم. النعيمي يحتل المركز الاول القائد لزمام الامور مع المقدمة ومع الصدارة، بينما نرى اللي وصلت ايضا مع المركز الثاني مياسة لراشد بن علي بن خليفة الرميثي يحتل المركز الثاني في هذه اللحظات وبهذا التحدي بين المراكز الاولي والثاني. المركز الثالث يصل في هذه اللحظات، هناك توافيق لسفر بن عقاب الشريف من يحتل المركز الثالث، والمركز الرابع تصل سلهودة المبارك بن محمد بن زايد المطوع الخيارين، وعتيق بن قريع المري يتابع ايضا انطلاقة سلهودة اللي تحتل المركز الرابع في هذه اللحظات. المركز الخامس بلشه مع المركز الخامس لمحمد بن عبد الله بن زيد بن انديله المري من يحتل المركز الخامس، ويا بلشتكم من بلشه، يا بلشتكم من بلشه مع المركز الخامس. مشاهدينا متابعينا بكل مكان تحتل المركز الخامس، ايضا ارى شعارات ما بعد حان وصولها للمنافسه، والتحدي دائما من يصل مع الكيلو الاخير ووصول شعارات ابناء مجلس التعاون الخليجي الذين يشاركون بهذا المهرجان، المهرجان الكبير، مهرجان المؤسس طيب الله ثراه. نعود الى مقدمة الشوط، نعود مع المركز الاول والضبي، الضبي من تحتل المركز الاول بهذا الشوط لسعد بن عنزان. النعيمي مع المركز الاول مع المقدمة والصدارة مع المركز الاول. مشاهدينا متابعينا بكل مكان، القائدة من 6 كيلومترات لا زالت محافظة على موقعها ايضا الجميل المتميز في صدارة الشوط. لكن نقلتنا مباشرة الى المركز الثاني مياسة لراشد بن علي بن خليفة الرميثي من يحتل المركز الثاني، ولكن الله يا سلهودة مع المركز الثالث، تعود ملكيتها لمبارك بن محمد بن زايد آل مطوع الخيارين، وعتيق بن قريع المري من يتابعها، لكن
لكن اللي تدخل في اللحظات الأخيرة هناك على المركز الرابع بلشة. بلشة تحركت بلشة، وقلت لكم يا بلشتكم من بلشة مع المركز الرابع إلى الثاني إلى المركز الثاني. الآن مشاهدينا متابعينا الكرام للسيد محمد بن عبد الله بن زيد بن ديلة المري مع المركز الثاني، وأول ندانة مشاهدينا الكرام اللي وصلت مشكورة للسيد حميد بن سالم القوبع المنصوري مع المركز الثالث. المركز الرابع مشاهدينا متابعينا الكرام اللي وصلت سلهودة مع المركز الرابع للسيد مبارك بن محمد بن زايد آل مطوع الخيارين ومزعج المضمرين الذي يتابع هذا الشعار. المركز الخامس من يصلنا في هذه اللحظات اللي وصلت مع المركز الخامس نوف لسعيد بن جعفر بن مرخان الكتبي يتواصل أيضا مع هذا الشعار وانطلاقة نوف على المركز الخامس. هذا نداءنا مشاهدينا الكرام للخمس المراكز الأولى، وأعود مع المقدمة، أعود مع الظبي لازالت مسيطرة على المركز الأول مشاهدينا متابعينا الكرام. الظبي لازالت محافظة على هذا المركز المتميز الذي كل يتمنى المقدمة والصدارة، ولكن الظبي مع المركز الأول لسعد بن عنزام بن خاتم النعيمي يحتل المركز الأول في هذه اللحظات. المركز الثاني وصل بالقوبع، وصل المنصوري مع انطلاقة مشكورة على المركز الثاني للسيد حميد بن سالم القوبع. المنصوري يحتل المركز الثاني والمركز الثالث. يا سلام، وصلت بلشة مع المركز الثالث مشاهدينا الكرام لمحمد بن عبد الله بن زيد بن ديلة المري من يحتل المركز الثالث. المركز الرابع نوف وصلت مع المركز الرابع لسعيد بن جعفر بن مرخان الاجتبي يحتل المركز الرابع في هذه اللحظات. سلهودة مع المركز الخامس مشاهدينا الكرام للسيد مبارك بن محمد بن زايد آل مطوع الخيارين يا مزعج المضمرين. هناك اللحظات الأخيرة المتبقية على نهاية الشوط 1200 متر عن خط النهاية. نهاية هذا الشوط لكن أعود مع التي لازالت محافظة من البداية. الظبي مع المركز الأول سعد بن عزان بن خاتم النعيمي. لله درك يا النعيمي من البداية، وانت قائدا لهذا الشوط لهذا السرب الكبير. نوف مع المركز الثاني للسيد سعيد بن جعفر بن مرخان الاجتبي يغير في هذه اللحظات على المركز الاول. ولكن الله يا حرايب ايضا وصلت مشاهدينا متابعينا الكرام. حرايب وصلت ولكن ايضا ارى اليسار تعون لعلي بن راشد بن غدير الاجتبي، لكن بعود مع الظبي. الظبي لا زالت محافظه على المركز الاول لسعد بن عزان بن خاتم النعيم. اللحظات الاخيره الظبي من البدايه ويبدو انها للنهايه، وهي المحققه لهذا الانجاز الكبير والعملاق. تهانينا والف مبروك للسيد سعد بن عزان بن خاتم النعيمي على فوز الظبي وتحمل رقم واحد. وبالفعل ماركتها ماركة واحد مع ألف مبروك لهذا الإنجاز الرائع والمتميز التي تقدمه الظبي باللحظات الأخيرة. تهانينا لسعد بن عنزام بن خاتم النعيمي على فوز الظبي في المركز الأول. المركز الثاني كان من نصيب عولي علي براش بن غدير. المركز الثالث نوف للسيد سعد بن جعفر بن مرخان. المركز الرابع مشكورة لحميد بن سالم القوبع المنصور. المركز الخامس اللي هي حرايب لجار الله بن حمد بن جار الله المري. تهانينا مشاهدينا متابعينا بكل مكان، تهانينا من الأعماق للسيد سعد بن عزاب بن خاتم النعيمي على فوز الظبي بالمركز الأول. تهانينا
وبالفعل من البداية من بداية الانطلاقة وهي محافظة على المركز الأول، وبالفعل تصل إلى أن حققت ناموس هذا الشوط. توقيتها الزمني 9 دقائق 26 ثانية، 52 جزء من الثانية. تهانينا لسعد بن عزاب الخاتم النعيمي على فوز المركز الأول. المركز الثاني نوف قطعت المسافة أو عون 9 دقائق 27 ثانية، 60 جزء من الثانية. تهانينا والف مبروك ايضا للسيد علي بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي على فوز عون. المركز الثالث كان من نصيب نوف 9 دقائق 27 ثانية، 82 جزء من الثانية. تهانينا لسعيد بن جعفر بن مرخان الاجتبي على فوز نوف في المركز الثالث.